السلام عليكم الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتما كتشاهدوا هاد لا فيديو اليوم، غنوجد معكم انا ومرات خويا كسكسو على الطريقه ديالها. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو وينال الرضا ديالكم. هنا غندوزو باش نقدم معكم المقادير. هنا عندي اللفت، خيزو، القرعه الحمراء، القرعة الخضراء، هاد اللفت الصفرة هادي كما كتشوفوا، وقزبر ومعدنوس والمكور. هنا عندي واحد نص معلقة ديال السمن، سكنجبير هنا غتكون عندي جوج معالق كبار، وجوج معالق كبار ديال الخرقوم، نص معلقة ديال الابزار، الملحة حسب الذوق. هنا عندي هاد الزيت، هذا مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت النباتيه، والحمص اللي منفخينو بليله قبل، انا كان عندي في الكونجيلاتور حيدتو. هنا عندي جوج بصلات مشلدين، ثلاثه ديال مطيشه محكوكين بحال هكا، وعندي هكاك واحد جوج كيلو ونص تقريبا ديال اللحم. نتوما كديروا على حسب القياس لافراد العائله اللي عندكم. نديرو الكسكسو، داكشي اللي غنحتاجو نتوما كديروه على حسب افراد العائله. انا غنحتاج جوج كيلو ديال الكسكسو، وغندير 4 سلايف. ها الاولى، هاد الكسكسو هذا مرات خويا اللي غادي تصايبو. بسم الله. ها جوج، ثلاثة، عندنا الضياف غادي نديرو شوية كسكسو كتير، صافي 4 ديال السلايف بحال هكا. مرات خويا كتغسلو عاد كديرلو الزيت. و هنا من بعد ما غسلت مرات خويا الكسكسو كيما كتشوفو، كتزيد الملحة بحال هكا، كدير شويه ديال الزيت النباتيه كما كتشوفوا. درت القياس ديال غيكون 3 معالق، 4 نقولوا 4 المعالق، غتكون درت هنا 4 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه كما كتشوفوا. ما تخافوش واخا كتغسلوا بحال هكا، يعني ما تخافوش باش زعما باش يتعجن، ما يتعجن ما حتى شي حاجه. صافي، غنخليوه دابا يرتاح واحد شحال ديال المده، غير على ما تغلي البرمه ولا صافي نردوه يتفور. هنا بسم الله غادي نبداو معكم الطريقه كيفاش نصيب ديال الكسكسو على الطريقه ديال مرات خويا. هنا الزيت اللي خلطنا بزيت النباتيه والزيت البلديه كما كتشوفوا، ثلاثة الحبات المطيشة اللي حكينا، هنا الملحة حسب الذوق كما كتشوفوا، الخرقوم درتي جوج معالق ياك كبار، جوج غديريهم كاملين هذوك، كنجبير حتى هو كذلك جوج معالق كبار، هادي البزار نص معلقة، السمن كديريه دابا ولا تقلى شويه عاد من بعد ما يتقلى شويه هاد اللحم على العطريه غادي نديرو المرقون نحطو نديرو الحمص. هنا من بعد ما غلط الكوكوت كنزيدو الحمص، كما كتشوفوا
وغنزيدو واحد نص معلقه ديال السمن البلدي، ومن بعد غنزيدو الخضره اللي عندنا هنايا، نديرو هنا اللفت و هاد اللفت هادي واللفت الاخرى البيضة، والكرم. هنا من بعد فاش درنا اللفت، ديك اللفت الصفراء وهاد البيضه والكرم، غنزيدو واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس. فاش كنديرو قزبر ومعدنوس كنزيدو واحد كنور، كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ماشي ضروري. القرعه والقرعه الحمراء والخضراء غنديروها هنا في هذه البرمه هذه، حيت كثيره الخضره درناها هنايا في البرمه. خليوكم معايا دابا حتى ان شاء الله يوجد كسكسو ونقدموه معكم. هنا دابا كل شيء طاب، كسكسو الخضره اللحم كل شيء طاب. هي مرات خويا بدات كتسقي، غتحيد في القصعه وغتحيد حتى في دارت حتى في الطباسل. عندي ولاد خوتي ما كيبغيوش الخضره بزاف، درنا لهم غير داكشي اللي كيبغيو. انتما كتشوفوا واحد التبصيل ديال البلبوله حتى لشي نهار ان شاء الله ونشاركها معكم. انتما خليوكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال الكسكسو. هنايا سقينا في القصعة حيت غير العائلة، ماشي شي حد براني اللي تغدى معانا، درنا غير في القصعة. والدراري الصغار كما قلت لكم درنا لهم غير داكشي اللي كيبغيو، ما كيبغوش الخضرة بزاف. والبلبولة هنايا كما كتشوفوا بالخضرة، واللي بغى البلبولة اللي بغى الكسكسو عادي. كما كتشوفوا هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. نتمنى يعجبكم هاد الطريقه هذه ديال الكسكسو اللي دارت مرات خويا، وهاد الشكل هذا كيما استفاتوا جا زوين ما شاء الله تبارك الله عليها. وكنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم وشكرا.